سوق حالنا يا سعيد تفيد الالتماس اننا سوق حالنا نفيد الالتماس يرافي كرة زريدة محمد زريدة سوق حالنا من جديد الكرة تخرج الجانبية يعني ذهنيا ضايع فريق الامازون ضايع الامازورو يعني كرة بهذا الشكل تضيع يعني واضح ان الامازورو خرج من المباراة رغم المجهودات اللي تبذل بين الفينة والاخرى تمشي مرة ثانية على ناحية المحسن متولي يلعبها في اتجاه ايوب ايوب يحاول يمر ولكن عودة كانت سريعة وحارس المرمى موتوا يمشي بها للامام في التدخل ورم يشير بها التغييرات الرجوية القادمة بعد حين من طرف المدرب رشيد الطاوسي هل يكون الدور بالنسبة للهبطي يكون من بوليراء الطاوسي في الوقت المحتسب بدل الضايع تمشي كرة مروان يخرج خطيرة هذه في وضعية التسلل وصلت للجيرونا انتوني انتوني يحاول يرفع كرة انتوني وفيها ركلية فيها ركلية اللي فادت فريق امازون واعتقد ان الطاوسي سيجري التغييرات الطاوسي كان موفق بامتياز في هذه المباراة الطاوسي ادارته للمباراة كانت مميزة حتى على مستوى التبديلات عموما المباراة تحسب للطاوسي على مستوى الاختيارات من البداية وطريقة اللعب من البداية تلعب هذه الركنية الراسية مروان مروان على مرتين مروان في أهم التصديات في المباراة في الوقت البدل الضايع يمنع أمازون من تقليص الفارق شوف الإعادة الراسية من أنتوني وردة فعل ممتازة لمروان فخر برافو مروان برافو مروان على قلتها الاختبارات كانت قليلة لكن هنا مركز تمام التركيز مروان فخر يبعد الخطورة في الكرة الماضية هذه الركنية الوحيدة اللي شكلت الخطورة على مرمى مروان الفخر محمد زريدة يلعب الكرة في الوسط ميك عازي يعيد للخلف في تغييرات فرح وكذلك هبطي التغييرات متبقية بالنسبة لرشيد الطاوسي رجعت كرة من مكعزي للخلف مروان الفخر بينما الدقيقة الأخيرة المتبقية من الوقت المحتسب بدل الضايع دائما 2-0 للراجا أجمل جنوب إفريقيا وتماركز جيد لرفقاء لاعب جمال حركاس ضرب الكرة على الجهة اليسرى هنا البينية هنا التسديدة التغطية الدفاعية حاضرة بعد ذلك من طرف المدافع هنا جمال رجعت مرة أخرى جنوب إفريقيا ضغط يحاول أن يفرض فريق أمازون في اللحظات الأخيرة حداد يلعب كرة سبحان يخرج بها بهذا الشكل فابريس اليمور فابريس نجومان انغوما ينطلق انغوما ينطلق لوحده يحتاج المساندة تأتي من محسن متولي السلامة محسن فيها هجمة فيها خطورة فيها كرة الثالث فيها كرة الثالث ولكن أيوب يتأخر أيوب يتأخر ولكن الصافرة لن تتأخر هنا في الإعلان على نهاية المباراة بفوز مستحق لفريق الرجاء بهدفين تصل الكرة قد تكون الأخيرة بل الأخيرة الأخيرة الآن الأمازون تعطي بعد ذلك والصافرة البوتسوانية تعلن نهاية المواجهة مبروك فوز الرجاء الرياضي والتأهل رسميا إلى الدور الربع النهائي إدارة ممتازة للمباراة من رشيد الطاوسي في ثاني حضور رسمي وفي أول انتصار رسمي للطاوسي كمدرب الرجاء في منافسات دوري أبطال إفريقيا نقول مبروك للاعب الرجاء مبروك للطاوسي على التدبير السليم لهذه المباراة والتأهل رسميا إلى الدور الربع النهائي في انتظار التأكيد للصدارة والمواجهة الأخيرة أمام ويفا قسطنطين هذه مباراتك يا الطاوسي لذلك اليوم نحيي هذا التدبير السليم على مستوى الاختيارات لكن هي البداية فقط يا الطاوسي وانتظار ما هو أهم في الأدوار المقبلة مشاهدينا الكرام شكرا لكم على المتابعة ألقاكم في مواعيد قادمة بحول الله.